السلام عليكم ومرحبا بكم شي وجدة مشيوات أم الناس. اليوم جيت وجبت لكم هاد الفطيرة أو البريوش على الطريقة التركية، يعني بريوش تركي بمسقي بواحد صلصة شانقولكم روعة روعة روعة، يعني كتعطيها واحد المذاق خطير جدا. فكيف ما كتشوفوا الحواشي ديالي الجوانب ديالها كيبانوا بحال محروقين، ولكن شتو نتوما الصورة الأولى وغنخلي لكم كذلك صورة في الآخر حيت الإضاءة كانت إضاءة قوية، فلذلك كيبان اللون بني غامق بحال نقولوا مثلا محروقة من الجوانب، ولكن هي ما محروقة. المهم غادي نخليكم دابا مع الصور مع الفيديو والمقادير، تبعوا الفيديو من الاول ديالو حتى النهايه ديالو باش تعرفوا الطريقه، وما ترددوش تجربوا هذه الوصفه، هي حيت الوصفه صراحه المذاق ديالها خطير خطير جدا. بالنسبه للفطيره ديال اليوم اللي غادي نقدم لكم، وهي فطيره تركيه كتجي مسقيه بواحد الصلصه، اش نقول لكم ديك الصلصه هي اللي كتعطيها السر ديال البنه ديالها واللذه ديالها، كتجي روعه روعه روعه. فدابا خلينا نجوزوا المقادير ديال العجين، من بعد ان شاء الله ملي اختمرنا العجين نجوزوا الصلصه اللي غادي تجي فوق منها. فبالنسبه للعجينه ديال البريوش التركي اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو البيضه واحده، عندي 100 مللتر ديال الحليب الدافئ، كيف ما كتشوفوا عندي هنايا ياغورت طبيعي فيه 150 غرام، فانا غادي نحتاج نصف الكميه، يعني غادي نعمل تقريبا 70 غرام في العجين و 70 غرام في الصلصه، يعني غادي نقسمو عيني ميزاني، يعني غادي نعمل نصف ديالو فقط. نتوما غادي تاخذوا ياغورت طبيعي، يعني ياغورت يكون كريمي مسوس، وكتقسموه على جوج، نصف كتعملوه في العجين والنصف كتعملوه في الصلصه. المهم انا الصلصه دابا من بعد غادي نقول لكم الطريقه ديال التحضير ديالها. عندي 3 معالق ديال السكر الخشن، عندي خميره فوريه ديال الخبز، كيف ما كتشوفوا عندي هنايا 7 غرام، وعندي القليل كانت عندي مفتوحه. المهم نتوما عملوا ما يعادل 10 غرام ديال الخميره. الطحين حسب الخليط غادي نحتاج ما بين 300 حتى 450 غرام، وعلى حسب النوعيه ديالو، على حسب كذلك البيض والسوائل، فانا من بعد نقول لكم شحال احتجت بالضبط. غادي هنايا غادي نستعمل 3 معالق ديال الزيت النباتيه ورشه ملح. مهم دابا غادي نجوز معكم ان شاء الله لطريقه التحضير. غادي نعاود نكرر لكم مره اخرى، فالزبادي او الياغورت الطبيعي غادي نستعمل منه 70 غرام، يعني نصف هاد لابواط هي ديال، يعني النصف ديال العلبه. بالنسبه للي ما عندهاش الياغورت الطبيعي تقدر تستعمل اللبن، يعني لبن رائب، او تقدر تستغنى على هاد جوج هما، اللي ما عندهاش تستعمل كذلك القشده الطريه. فغنجوز معكم ان شاء الله لطريقه التحضير. سمحوا لي الكاميرا كانت تقطعت، بقيت كنهضر بوحدي بوحدي بحال حمقى. المهم انا عملت هنايا 100 ملي ديال الحليب، 3 معالق ديال السكر كيف ما ذكرت لكم، والخميره الفوريه حبيبات. كتوقع مره احيانا كيوقع الغلط، فالكاميرا نسحب لي كتصور صدق في الاخر ما كتصورش. المهم انا عملت هنايا المكونات 3، السكر، الخميره الفوريه ديال الخبز، وكذلك 100 ملي ديال الحليب الدافئ. بالنسبه للناس اللي ما كينجحش معاهم البريوش وكيجيبوا كيجيهم البريوش دائما يعني مدقس من داخل وماشي مفشفش بحال القطن، فالسر ديال الانتفاخ ديالو الهشاشه ديالو كيجي هشيش من داخل، فهي يعني التخمار ديالو. ضروري جدا انكم تخمروا العجينه المره الاولى تضاعف، يعني الى 3 اضعاف او على الاقل ضعفين، وكذلك يعني ملي كتشكلوها كذلك تخليوها ربع ساعه الى 30 دقيقه تعاود تخمر المره الثانيه. فهذا هو السر ديال البريوش اللي كيجي ناجح. المهم دابا انا خلطت العناصر ديالي، سمحوا لي بزاف حيتاش ما بينش العناصر في الكاميرا، لكن نتوما عارفين انا ذكرت لكم شني خلطت هنا. فغادي نعمل رشه ملح، يعني ما يعادل تقريبا راس معلقه. غادي نهرس دابا هاد البيضه اللي عندي بهذه الطريقه، وغادي نجيب الياغورت الطبيعي ديالي. كيف نعمل عيني ميزاني نصف العلبه، كما كتشوفوا معايا ما يعادل ملعقتين ياغورت طبيعي. واحد الحاجه اخرى اخوتي جد جد ضروريه نسيت ما قلت لكم شنو هي، فاي بريوش اي بريوش عملته السر ديال الهشاشه ديالو كذلك كتعملوا فيه ملعقتين زبادي او ملعقه زبادي او القليل من اللبن، يعني اللبن ماشي اللبن هو الحليب الطازج، وانما اللبن اللي كيكون اللبن، حنا المغاربه معروف عندنا اللبن هو اللبن الحامض. فنصف الكميه الاخرى ديال الياغورت طبيعي غادي نخليها للصلصه. فدابا ما عليا الا غنخلط العناصر جيدا بهذه الطريقه.
تنساوش كذلك قلت لكم 3 معالق زيت، الزيت او الزبده هو الاخير. فانا استعملت هنا الزيت، بالامكان ديالكم تعملوا 3 معالق زبده، زبده مذابه، ملعقه، 2 3 3 ديال المعالق ديال الزيت. فبالنسبه اللي بغات تنسم البريوش ديالها بالقليل من بشر الليمون، يعني القشره ديال الليمون، تحك فيها واحد القشره ديال الليمونه او كتعدل فيها كيس الفانيليا، فانا ما غادي نعمل فيها حتى حاجه، غادي نخليها هكذا طبيعيه جدا، حيتاش من بعد غادي نستعمل واحد الكيس ديال الفانيليا او قطرات من عقده الفانيليا في الصلصه اللي غادي تجي فوق منها. فهذه كتبقى اختياريه يعني كفكره اللي بغات تزيدها. فغادي نبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه. فاول حاجه غادي نخلط بالملعقه، صافي كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو قوام العجين ديالنا، يعني كيلتصق كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحيد هذا الشيء هو اللي في الملعقه اللي عندي لصق في المعلقه. غادي نغطي الوعاء ديالي ببلاستيك غذائي او نشد عليها بواحد الميكا تكون ما يدخلش ليها الهواء نهائيا، جنبوا انها يدخل ليها الهواء. غادي نسخن الفرن ديالي على 50 درجه فقط، لي يعني باش يولي لي الفرن ديالي دافئ باش نسرع عمليه التخمر. ومع دابا البروده المهم على حسب الجو اللي عندكم، حنا عندنا البروده بزاف، غادي دير لي تقريبا مده ديال التخمر مدة ساعة 45 دقيقة. غادي نجيب العجين ديالي، كيف ما كتشوفوا انا فرشت في القاع ديالو العجين المورق، اسمحوا لي، فانا فرشت في القاع ديال المول ديالي ورق الزبدة. فغادي نحاول نجمع العجين ديالي بهذه الطريقة هي، وغادي نحط العجينه بهذه الطريقه. فبحكم انه العجين ديالي كتلتصق غادي نجيب القليل من الزيت بهذه الطريقه ها هي، غادي ندهن بها الوجه ديال العجينه ديالي وغادي نبقى نطلق فيها. صافي كيف ما كتشوفوا معايا اعزائي الكرام، فهذا هو المول ديالي. غادي نغطيها نغلفها ببلاستيك نفس البلاستيكه ديال قبيلاتي بهذه الطريقه هي، ونخليها لمده 15 دقيقه في مكان دافئ، لمده 15 20 حتى 30 دقيقه ترتفع شويه، يعني تخمر تعاود تخمر لي مره ثانيه. وغادي ندوز معكم تحضير الصلصه اللي غتجي نسقوا بها الكيكه ديالنا، اسمحوا لي، البريوش التركي ديالنا. دخلت البريوش ديالي يتخمر لي مره ثانيه. فدابا غندوز معكم لتحضير الصلصه اللي غادي تجي فوق البريوش ديالنا. فغادي نحتاج بيضه واحده، واحد الكيس من الفانيليا، اللي ما عندهاش كيس فانيليا فكتستعمل ملعقه صغيره من كونسنترات ديال الفاني، يعني العقده ديال الفاني. عندي هنايا زبده، غادي نعمل الزبده ضروري ما تكون بحراره درجه المطبخ، يعني تكون زبده لينه. غنحتاج ملعقه كبيره من الزبده، غنعاود لكم المقادير، بيضه واحده، كيس من الفانيليا، ملعقه مملوءه من الزبده، وعندي ديك الياغور الطبيعي ديال قبيله 70 غرام ما يعادل 70 غرام. وهنايا عندي السكر، غادي نحتاج 4 معالق ما يعادل تقريبا 70 غرام. كيف ما كتشوفوا معايا الصلصه ديالي وجدت، يعني لاصوص اللي غادي نسقي بها البريوش ديالي. دابا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نجيب الاطراف ديال الاصابع ديالي، غادي نعمل فيها هيدا ثقوب عشوائيه، ملعقه، وغادي نسقي البريوش ديالي كله بهذه الطريقه ها هي. غادي نجي ثاني باليد ديالي هكذا، وغادي نحاول نعمل ثقوب وهو يعني باش الصلصه كتدخل لي في البريوش ديالي جيدا بهذه الطريقه. السمسم كيف ما كتشوفوا حمرته في المقلاه، يعني السمسم اضافه اخيره اللي بغات تزيدو كتزيدو، كيعطيها واحد المذاق مزيون.
البغيوش ديالي من بعد ما حيدتهم الفرن كيف ما كتشوفوا يعني تحمر جيدا. جوز لي مدة 15 دقيقة في الفرن، فكيف ما كتشوفوا الطبقة ها هي، لازم أنكم تتسنوا عليها حتى تبرد تماما، يعني تتبرد مزيان عاد كتقلبوها، يعني كتعملوها في طبق التقديم. ما حد باقي سخونة ما كتقدروش تحاديوها، يعني خليوها تدفى هي الأول عاد يمكن لكم تقدموها يعني وهي باردة. كيف ما كتجي، كتجي رطبه بحال القطن كيف ما كتشوفوا معايا، يعني رطبه لواحد الدرجه اللي ما تصوروهاش. فغادي نجيب القليل من العسل، نتوما كتبقى الطريقه اختياريه، بغيتوا تزينوها بالعسل فكتزينوها بالعسل، بغيتوا تخليوها هيداك فكتخليوها كيف ما هي، يعني بدون عسل. فهذا هو الشكل ديالها من الداخل كيف ما كتشوفوا، كتجي بحال القطن، شوفوا معايا هشاشه ديالها، كتجي شنقولكم المذاق ديالها روعه كيف ما كتشوفوا. الثقوب عندها تم لتحت، يعني كتجي شاربه ديك السيرو اللي ديك سميتو اللي عملنا لها ديك الصلصه اللي عملنا لها. فهذا هو فهذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الناس اللي باقي مشتركينش في القناه ديالي اشتركوا، تضغطوا على زر الاشتراك، سابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه، كذلك تفعيل الجرس جيد ضروري تبقى توصلوا بكل جديد وكل حاجه كنعملها جديده. بارطاجوا الفيديو والوصفه بيناتكم بين الاهل والاقارب باش تعم الفائده كذلك في المواقع الاجتماعيه. وابقى لي خوتي الى نقول لكم شهيه طيبه والى الفرصه القادمه ان شاء الله. باي باي.